المصائب في الدين تكون بترك فرض من الفرائض أو بارتكاب معصية من المعاصي، وأشد هذه المعاصي الكفر بأنواعه الثلاثة: الكفر القولي ويحصل باللسان كمسبة الله أو أحد الأنبياء أو الإسلام أو أحد الملائكة كملك الموت أو الاعتراض على الله، وأما الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورة، وأما الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله روح أو ضوء أو جسم أو له مكان. والتوبة من الكفر والردة تكون بالإقلاع عن الكفر وبالنطق فورا بالشهادتين باللسان، ولكن لا ينفعه قول أستغفر الله قبل الشهادتين.